السلام عليكم، ازيكم شباب؟ نكمل النهارده ان شاء الله الدروس اللي كنا بدأناها عن الدايركتري سيرفر. بس قبل ما هنبدأ في موضوع الدايركتري سيرفر، فاحنا كنا اتكلمنا ان احنا هنركز على موضوعين في السيشنز دي. الموضوع الاول اللي هو الاكسس كنت او الاسف الموضوع الاول اللي هو الاس اس ال، والموضوع التاني كان الايه الاكسس كنترول ليست، او انت شفتوها امبارح الاي سي اي، قلت لك اعتبرها مؤقتا زي الاكسس كنترول ليست كده. طيب النهارده هنتكلم على موضوع، هنركز على موضوع الاس اس ال شويه. خلاص. الحقيقه انا كنت ممكن يعني اشرح او التزم بحته موجوده بس كده في الدوكيومنتيشن، بس عايز اركز على موضوع بره الكورس شويه، يعني هنفصل كده شويه عن الكورس سنه صغيره كده، بعد كده هنرجع الكورس مره تانية. الحته اللي عايز اركز عليها النهارده هي موضوع سيرتيفيكت اوثوريتي. ليه هنركز على الحته دي؟ لان جزء من شغلك وانت شغال على الدايركتوري سيرفر او شغال حتى على الويب سيرفر او على اي حاجه محتاجه سيرتيفيكت، ان انت يكون عندك الايه السيرتيفيكت دي. الاول تجنريت الكي بتاعك، بعد كده تعمل حاجه اسمها سيرتيفيكت سايننج ريكويست، وبعد كده تبعتها للسيرتيفيكت اوثوريتي. بعد كده السيرتيفيكت اوثوريتي هترد عليك وتقول لك اتفضل خد الكي، البابليك كي بتاعك اهو. طيب حد فيكم فاكر موضوع السيرتيفيكت اوثوريتي كان شغال ازاي بسرعه كده؟ موضوعنا النهارده عن الاس اس ال، وكان مفروض تحديدا يعني كل شغلنا مع ازاي هنستخدم الاس اس ال مع الدايركتوري سيرفر. خلاص. ليه انا محتاج اعمل اس اس ال مع الدايركتوري سيرفر؟ احنا قلنا قبل كده ان ال داب شغال على بورت كام؟ 389، وبورت 389 ده قلنا شغال عباره عن بلين تكست، صح؟ وما ينفعش ان انا انقل حاجه على الشبكه بلين تكست. بلين تكست دي معناها ان كارثه بتحصل. طيب الطريقه الثانيه ان انا انقل الترافيك او انقل الاوثنتيكيشن ما بين الكلاينت والسيرفر، ان انا اعمل ايه؟ اشغل ال ال داب مع الاس اس ال، وفي الحاله دي بقى اسمه ال داب اس. خلاص. ال داب والاس اختصار للاس اس ال، زي كده بالظبط. فاكرين اتش تي بي؟ كان في كمان اتش تي بي اس، نفس النظريه بالظبط، مفيش اي اختلاف. طيب كلام جميل. ال ال داب اس ده شغال على بورت كام؟ شغال على بورت 636. طيب عشان اشغل البورت دون، او ان انا اشغل ال داب اس بقى بالتحديد، خلاص لازم يكون عندي ايه؟ لازم يكون عندي كي، بابليك كي. خلاص. طيب بابليك كي ده هجيبه منين؟ طب حد فيكم فاكر اول موضوع السيرتيفيكت اوثوريتي؟ فالاول ايه، هنرجع كده بسرعه على موضوع السيرتيفيكت اوثوريتي، وتعالى كده بسرعه نعمل على السريع سيرتيفيكت اوثوريتي خاصه بينا نبقى نشتغل عليها بعد كده. ماشي كده؟ يعني هنعمل نفسنا سيرتيفيكت اوثوريتي نشتغل عليها بقيه الكورس. حبيت اصلا اي سيرتيفيكت اعمل اي حاجه براحتي يعني. ماشي كده؟ طيب تعالى نمسح الكلام ده بقى وتعالى نتعلم. حد فيكم فاكر السيرتيفيكت اوثوريتي دي كانت كل وظيفتها في الحياه تعمل ايه؟ فاكرين الدرس ده شرحناه من زمان جدا. حد فيكم فاكر كل وظيفه السيرتيفيكت اوثوريتي تعمل ايه؟ محدش عنده فكره خالص. سيرفر كي. بص، هو سكيور الداتا؟ لا. بص يا سيدي، وظيفه السيرتيفيكت اوثوريتي في الحياه هي نفس وظيفه الشهر العقاري في مصر، او الشهر العقاري في اي حته في الدنيا بقى، في اي مكان، توثيق بس لا اكتر ولا اقل. طيب معلش، هو بس انا عايز اسالك سؤال. هو لو انت خدت عقد ورحت للشهر العقاري، الشهر العقاري وثقه، وطلع العقد ده كان بتاع بيت مثلا، طلع صاحب البيت دون بيعه لتلاتة أربعة مع بعض، خلاص طلع باعه لتلاتة أربعة،
كده الموضوع بقى عبارة عن قضية ايه؟ لو حصلت مشكلة، هل النيابة بتروح قضية نصب صح؟ هل النيابة بتروح تحجز على الشهر العقاري وتقول له انت اللي نصبت على الراجل، ولا المفروض القانون لا يحمي المغفلين؟ هتقول لك القانون يحمي المغفلين على طول مباشرة، خلاص. طب الشهر العقاري بياخد فلوس على ايه؟ انت ما تروح الشهر العقاري كده تقول له معلش والنبي وثق لي العقد بتاعي دوت، كل وظيفته في الدنيا ايه؟ كل وظيفته بيبص كده عنده يشوف هل انت الاول بيتأكد من حاجتين، ان مصطفى حمودة الدسوقي هو اسمه مصطفى حمودة الدسوقي فعلا، وان اللي رقم بطاقته 1234 هو نفس الشخص اللي رقم بطاقته 1234 اللي جاي لي. دي اول حاجه. طبعا بيعمل بيتأكد من المعلومه دي عند الطرفين، عند البائع وعند المشتري، خلاص. طيب حلو جدا. بعد كده بيتأكد من ايه تاني؟ بيتأكد ان قطعه الارض دي، او مش بيتأكد بقى، هو بيمضي على، او مش بيمضي، بيقول لك انا بضمن ان قطعه الارض اللي رقمها 555 مثلا، قطعه الارض دي بيملكها الشخص اللي اسمه مصطفى بس. طب افترض ان مصطفى بقى راح رايح بيع لك، وراح رايح بيع بعقد ابتدائي تاني لمحمد، وراح بيع عقد ابتدائي تالت لمحمود، وعقد ابتدائي رابع لابراهيم، وجوم انت بقى كده بقى معاك عقد، وفي ثلاثه تانيين ايه اللي حصل لهم؟ معاهم عقود برضو. افترض ان كده بقيتوا اربعه صح؟ لو الاربعه دلوقتي راحوا يشتكوا في النيابه، النيابه هتقول لهم ايه؟ يلا روحوا للمحكمه وماليش دعوه بيكم، مع السلامه. طيب كده في اي مسؤوليه قانونيه عن الشهر العقاري؟ لا. طيب اقول لك على حاجه كمان، عارف لما بتاخد شهاده الكليه بتاعتك وتروح توثقها في الخارجيه، عارف لما بتروح بتاخد شهاده التخرج بتاعك او بتاعتك تروح توثقها في الخارجيه وتقول لهم معلش انا عايز اسافر بره مصر، والناس اللي مسافر لهم، الشركه اللي مسافر لها ولا الوزاره اللي مسافر لها بره مصر ديت، ايا كانت الدوله اللي انت رايح لها، معلش وثقوا لي الشهاده ديت. انت عارف بيكتبوا لك عليها ايه من ورا كده، من الخلف بيكتبوا لك عليها كده ان مفيش اي مسؤوليه قانونيه عليهم، رغم ان هم موثقين وماضيين بختم النسر وبختم الشعار، تخيل. بس يقول لك بس انا ماليش دعوه، انا بضمن ان الشهاده اللي طالعه دي الختم اللي عليها هو ختم وليكن مثلا كليه الهندسه جامعه المنصوره، بس ده اللي انا بضمنه، ماليش دعوه بقى باي حاجه مكتوبه جوه. يعني من الاخر العهده على مين؟ على اللي مطلع لك الشهاده. وصلت؟ ماشي كده؟ طيب بنفس الطريقة، بنفس الطريقة، بالمناسبة في حاجة كمان، أنت لما بتروح تعمل شهادة وتوثقها بيكون ليها مدة قانونية. حد فاكر المعلومة دي؟ حد فيكم لما خلص شهادة الكلية وراح يطلع شهادة من كلية الهندسة ولا من الحاسبات ولا أيا كانت الكلية بتاعته، بيلاقي مكتوب كده إن الشهادة دي فاليد لمدة 3 شهور؟ حد شاف الحتة دي قبل كده؟ أيوه، بيقول لك إن الشهادة دي، الشهاده دي صالحه لمده 3 شهور من تاريخ صدورها. طب بعد كده؟ قال لك لا، عايز شهاده بعد كده وعايز تقدمها لجهه تانية ولا لجهه ثالثه ولا لجهه رابعه، هيقول لك لا يا حبيبي، روح طلع شهاده تانية ب 35 جنيه على ايام انا كنت متخرج يعني، وهيدفعك فلوس مره تانية، وهتحتاج توثق الشهاده الجديده. معنى كده ان كل شهاده لازم توثيق مختلف، وكل شهاده ليها رقم صح، وكل شهاده ليها مده محدده، صح ولا غلط؟ طيب معلش سؤال، سؤال، لو سيادتك، لو سيادتك معاك شهادة الكلية برضو، نفس شهادة الكلية اللي معاك دي، وبعد ما وثقتها اكتشفت ان الموظف كتب لك اسمك بالغلط، بدل ما كان اسمك موجود عليها مصطفى حمودة، الهاء هنا هاء موجودة، هي هاء عادية خالص في حمودة دي، راح مخليها طاء مربوطة، خلاص. غلط، غلطة صغيرة جدا يعني، اي حد بيغلط فيها، بدل ما هي هاء خليها طاء مربوطة. ايه اللي حصل؟ كده حضرتك بقيت مزور في اوراق رسميه، رسميا لازم عليك وواجب عليك غصب عنك تعمل ايه؟ لازم غصب عنك تعمل ايه؟ تروح للخارجيه تاني تقول لهم الغوا توثيق الشهاده، ده المفروض ان ده يحصل يعني، الغوا توثيق الشهاده دي، وتروح راجع للكليه وتقول للكليه والنبي لو سمحتوا طلعوا لي شهاده جديده، وتطلع شهاده جديده وتلف نفس اللفه الاولانيه، ترجع تاني للخارجية توثق ويدفعوك فلوس مرة تانية وتقف في طابور، فيلم هندي كبير خالص صح؟ ده المفروض بيحصل. يبقى لو انت عايز توثق شهادة او تلغي توثيق شهادة كنت بتروح لمين في الاخر؟
يا اما للخارجيه، مكتب الخارجيه، ولا كنت بتروح للشهر العقاري، ولا اي يعني ايا كانت الجهه اللي بتوثق لك. يعني نفس النظريه، السيرتيفيكت اوثوريتي اللي موجوده وظيفتها ان هي توثق شهادات وتلغي توثيق وتجدد توثيق، يعني التلاته مع بعض. خلاص طيب، كلام جميل. طيب نرجع بقى كده ايه، نبص على اللي احنا قلناه ده. الطريقه الطبيعيه، الطريقه الطبيعيه ان انت كنت بتعمل ايه، حضرتك الطالب اللي خرجت من الكليه ودي الشركه اللي انت راح تشتغل فيها، بتروح تقول لهم دي الشهاده بتاعتي انا عايز اشتغل. ده كان المفروض الشكل الطبيعي. طب افرض الشهاده بتاعتك دي مضروبه يا عم، انا مش ضامن الشهاده بتاعتك دي، ولا افترض ان الشركه دي انت حضرتك كنت موجود في مصر دلوقتي والشركه دي موجوده في ليبيا، هيضمنوا منين انت فعلا متخرج من الكليه دي؟ ما يمكن تضرب شهاده يعني ومزور فيها. فكنت بتعمل ايه؟ بتروح رايح كده لحد في النص، رايح لحد في النص، بلاش ليبيا يا عم عشان المصريين زعلانين من ليبيا، اه السعوديه يا عم، حلوه السعوديه. كنت انت بتروح لايه في النص؟ تروح رايح للخارجيه، مكتب الخارجيه اللي موجود عندكم، ومكتب الخارجيه دي اكيد السعوديه متاكده ان الخارجيه دي مش تنصب عليها، يعني ما تقنعنيش ان وزاره الخارجيه هتطلع شهاده مضروبه عشان خاطر سواد عيونك، يعني مش للدرجه دي، يعني الموضوع بيبقى صعب شويه. اه في مصر كل حاجه ممكنه، بس في الطبيعي يعني صعب قوي ان الخارجيه هتضرب شهاده عشان خاطر محمد دسوقي ولا عشان خاطر مصطفى حموده، يعني خليك منطقي شويه، يعني صح ولا كلامي غلط؟ يعني منطقيا ده المفروض اللي يحصل يعني، ماشي. فكنت انت بتعمل ايه بقى كده؟ السيناريو اتغير، حضرتك بتعمل ايه؟ تروح رايح الكليه، طلع شهاده، تقول لهم دي الشهاده بتاعتي يا ريس، دي الشهاده بتاعتي يا خارجيه، والنبي اختمي لي على الشهاده. بيروح الراجل ايه، موقفك في طابور، تروح واقف في الطابور ده، في الاخر تلاقي واحد جاي لك كده ايه، يقول لك والنبي هات الشهاده، هوثقها لك وهات 20 جنيه، بياخد منك رشوه يعني. وتروح انت مديله الشهاده، وروح هو مدخلها جوه لمين؟ لمكتب التوثيق اللي جوه الخارجيه هنا، يروح مكتب التوثيق موديلك عليها كده من ورا، ويقول لك ايوه انا بضمن ان الشهاده دي خارجه من كليه الهندسه مثلا جامعه المنصوره. تروح انت بعد كده واخد الشهاده الموثقه بقى المره دي، كده الشهاده بقت موثقه، وتبعتها مره تانيه لمين؟ للشركه بتاعتك اللي انت رايح لها للسعوديه دي. تيجي تبص الشركه السعوديه دي تلاقي مين اللي عليها؟ ختم مين؟ ختم وزاره الخارجيه. ساعتها تقول لك ايوه يا حبيبي يلا ابعت لي بقيه ورقك، تبعت، يروح انت باعت بقيه الورق وكل حاجه مظبوطه، بعد كده تروح انت رايح شغال فين؟ في الشركه دي، صح؟ مش انت كنت بتبعت الشهاده للشركه، تروح الشركه رد عليك تقول لك ايوه مظبوط شهادتك زي الفل، ابعت لي بقى بقيه ورقك، تروح باعت بقيه ورقك، تروح الشركه ايه؟ بعت لك الفيزا تقول لك يلا حبيبي تعالى اشتغل، صح؟ نفس السيناريو بالملي ده اللي بيحصل مع السيرتيفيكت اوثوريتي، نفس السيناريو بالملي. خلاص ادي ده السيرفر بتاعي، وده الكلاينت، الكلاينت ده قاعد فاتح اللابتوب بتاعه، مش كده؟ ماشي حلو. عندك هنا السيرتيفيكت اوثوريتي اللي هي اسمها سي اي، خلاص، والاثنين دول منفصلين عن بعض على فكره. السيرفر ده ممكن يكون في امريكا، خلاص، والراجل ده ممكن يكون قاعد في مصر، ماشي. دلوقتي مين اللي بيطلب مين؟ مين اللي عايز مين؟ الكلاينت اللي عايز السيرفر، ولا السيرفر اللي عايز الكلاينت؟ لا، الكلاينت عايز السيرفر. طب مين محتاج يثبت نفسه في الحاله اللي فوق دي؟ مين اللي كان محتاج يثبت نفسه؟ مش انت كنت محتاج تثبت ان انت خريج هندسه فعلا، وخريج هندسه دفعه كذا، وبتقدير كذا، صح؟ طيب في الحاله اللي هنا اللي تحت بقى، مين اللي محتاج يثبت نفسه؟ الكلاينت اللي يثبت نفسه، ولا السيرفر اللي يثبت نفسه؟ لا، في الحاله بتاعتي السيرفر محتاج يثبت نفسه. طيب السيرفر بقى في الحاله دي محتاج، او السيرفر هيعمل ايه؟ السيرفر هيعمل حاجه اسمها كي بتاعه، والكي ده هو برايفت كي، ماشي كده؟ في مشكله لحد دلوقتي؟ وبيروح واخد الايه، البرايفت كي ده، يروح ده البرايفت كي اهو بيستخدمه عشان يطلع منه طلب
توثيق من السيرتيفيكت اوثوريتي. طلب التوثيق ده اسمه سي اس ار، سيرتيفيكت سايننج ريكويست، طلب، او ممكن تخليها بالعربي كده طلب ان انت بتمضي على الايه الكي بتاعي. انا عايز بابليك كي يا سيدي، انا عايز بابليك كي يا حاج، خلاص. يبقى السيرفر بيعمل ايه؟ بيطلع برايفت كي، ماشي، ومن البرايفت كي ده بيطلع ايه؟ سيرتيفيكت سايننج ريكويست. بروح واخد السيرتيفيكت سايننج ريكويست دي ويبعتها نفسها لمين؟ للسيرتيفيكت اوثوريتي. يقول لها سيرتيفيكت اوثوريتي، لو سمحتي انا هديك السيرتيفيكت سايننج ريكويست، والنبي اديني شهاده موثقه منك ان انا كسيرفر اسمي مثلا سيرف واحد دوت مصطفى دوت كوم. انا عايز اكد نفسي للناس، لو حد جه طلبني بالاسم ده يتاكد ان انا هو انا مش حد تاني. انا عايز اضمن نفسي للناس، انا عايز اكد ان انا هو انا، او انا عايز اكد المعلومه دي لاي حد يطلبني. خلاص كده، طيب كلام جميل. هتروح السيرتيفيكت اوثوريتي واخده السيرتيفيكت سايننج ريكويست دون، مضيالك عليه. اول ما تمضي عليه اللي حصل، هتروح مرجعه لك في فورم تانية خالص بقى اسمه البابليك كي، مش كده؟ خلاص، بلاش بابليك كي دي، بقى اسمها بالنسبه لنا السيرتيفيكت، ماشي كده؟ يبقى السيرتيفيكت بتاعتك هي الشهاده اللي انت خدتها من السيرتيفيكت اوثوريتي، والشهاده دي بتكون شهاده موثقه. طب الشهاده دي السيرتيفيكت اوثوريتي اديتها لك بناء على ايه؟ بناء على طلب منك، الطلب ده اسمه سي اس ار. طب السي اس ار ده اصلا انت جبته منين؟ طلعته من البرايفت كي بتاعك. يبقى السيرفر محتاج يكون عنده ايه في الاساس؟ محتاج يكون عنده برايفت كي، دي اول خطوه. بعد كده هيعمل ايه؟ هيطلع من البرايفت كي سيرتيفيكت سايننج ريكويست، دي الخطوه الثانيه. بعد كده الخطوه الثالثه هياخد السيرتيفيكت سايننج ريكويست يبعته لمين؟ للسيرتيفيكت اوثوريتي، دي الخطوه الثالثه. طب بعد كده الخطوه الرابعه، الخطوه الرابعه السيرتيفيكت اوثوريتي هتاخد السيرتيفيكت سايننج ريكويست تمضي عليه وتطلعه لك في شكل جديد خالص اسمه شهاده، تديك الشهاده، انت تاخد الشهاده تروح مخزنها عندك هنا. دي بقى عندك السيرتيفيكت بتاعتك، السيرت اهي. الكلاينت دلوقتي يجي يكونكت عليك، قال لك يا سيرفر انا عايز ابدا كونكشن معاك، بس انا مش متاكد منك، اثبت لي ان انت هو انت، انا عايز اتاكد ان انت هو انت. ازاي؟ هيروح السيرفر يقول له ايوه ثانيه واحده، عندك انا كنت واخد شهاده من السيرتيفيكت اوثوريتي، الشهاده دي بتضمن ان انا هو انا، ان انا اسمي سيرفر واحد مصطفى دوت كوم او سيرف واحد مصطفى دوت كوم، ويروح باعت له يقول له خد الشهاده دي. يروح الكلاينت كده بص على الشهاده دي، الشهاده دي يا عم مظبوطه، عليها ختم النسر، مفيش فيها مشاكل، شكلها كده مزوره ولا ايه بالظبط؟ لو الشهاده مظبوطه يقول له ايوه زي الفل، ابدا يا عم انا عايز منك معلومات كذا وكذا وكذا، يبدا ساعتها الكونكشن. خلاص، في الحاله دي الكونكشن يبدا والدنيا تمشي معاك زي الحلاوه. طب افرض السيرفر ادى للكلاينت شهاده، يعني دلوقتي الكلاينت طلب شهاده او طلب يبدا كونكشن، فطلب يقول للسيرفر يقول لو سمحت اثبت ان انت هو انت عشان اكلمك، اثبت ان انت هو انت عشان اكلمك، يروح السيرفر رد عليه بالشهاده. افرض الشهاده دي كانت طالعه لسيرفر تاني باسم وليكن سيرف 2 دوت مصطفى دوت كوم، جه الكلاينت يبص على الشهاده، انا كنت ككلاينت بكونكت على مين؟ على سيرف واحد. طب الشهاده تخص مين دلوقتي؟ تخص سيرف 2، صح؟ طيب اكمل ولا لا؟ هيروح الكلاينت كده البراوزر بتاعه او الابلكيشن بتاعه مطلع له ورنينج يقول له استنى عندك، اثبت مكانك. الراجل انت طلبت سيرفر اسمه سيرفر واحد، جات لك شهاده موقعه من السيرتيفيكت اوثوريتي بتقول ان الجهاز ده اسمه سيرفر 2، عايز تكمل ولا لا؟ عارفين الرساله بتاع الورنينج بتظهر في البراوزر؟ حد فيكم عارف الرساله دي؟ حلو، هي دي بالظبط. يبقى لو انت طلبت سيرفر كان اسمه www.google.com، راح جوجل رد عليك بشهاده اسمها وليكن زعبله.google.com، هيجي البراوزر بتاعك يقول لك استنى عندك
انا طلبت دبليو دبليو دبليو، جالك اسم تاني خالص، عايز تكمل ولا لا؟ انا شاكك في الشهاده دي، الشهاده دي شكلها مش مظبوط. كانك جيت تبص على ختم النسر لقيت ختم النسر ده مرسوم عليه بومه، ينفع تكمل؟ عمر حد شاف شهاده او شاف حاجه على ختم نسر راح لاقيها بومه هيكمل؟ هيشك في الموضوع. بالظبط نفس الفكره. طيب كلام جميل، لحد دلوقتي حد عنده مشكله؟ يبقى ده الجزء الاول، ايه هي السيرتيفيكت اوثوريتي وايه دورها؟ خلاص. طيب الحاجه الثانيه، مش ده دور السيرتيفيكت اوثوريتي بس، امال دورها ايه؟ بص يا سيدي، ولنفترض ان ده كان سيرفر موجود، خلاص ده سيرفر موجود، السيرفر ده طلب سيرتيفيكت وراح السيرتيفيكت اوثوريتي مضيله عليها وقال له اتفضل السيرتيفيكت اهي زي الفل. طيب بعد كده لسبب ما السيرفر ده حصلت عليه اتاك، خلاص، وحد راح داخل سارق البرايفت كي بتاع السيرفر، حد دخل سرق البرايفت كي بتاع السيرفر، خلاص كده. طيب دلوقتي بقت الاوثنتيكيتي، اقول لك ايه، المصداقيه بتاع السيرفر بقت في الضياع. المفروض ايه اللي يحصل؟ المفروض الادمن بتاع السيرفر ده يكلم السيرتيفيكت اوثوريتي يقول لها لو سمحت انا عايز اعمل عمليه اسمها ريفوك للسيرتيفيكت بتاعتي. عارف ريفوك يعني ايه؟ يعني عايز الغي السيرتيفيكت بتاعتي، خلاص كده. ماشي، يبقى مش الموضوع توثيق بس، لا انا ممكن اوثق شهاده او الغي توثيق شهاده، خليك فاكر الحكايه دي. ماشي يا ريس، تمام كده. طيب ممكن ايه؟ اه طبعا، لغايه ما انت تعمل ريفوك ممكن اي حد عمل اتاك يستخدمه. بالظبط، ايوه طبعا، هتتحاسب لما تيجي تروح، ما انت عشان تعمل ريفوك وتيجي تعمل سيرتيفيكت جديده هيحاسبك برضو من اول وجديد. امال ايه سيرتيفيكت جديده دي ولا لا؟ بص، اول ما تروح سيرتيفيكت اوثوريتي لو قلت له صباح الخير هيقول لك حاسبني. بس بالمناسبه يعني الخبر الكويس ان السيرتيفيكت او عمليه السايننج مش عليها فلوس كتير، يعني السايننج مثلا في السنه مش عارف ب 10 دولار ولا كام، حاجه هبله قوي يعني. خلاص، الموضوع مش غالي قوي زي ما انت متخيل. طيب حلو جدا. ايه تاني يا ريس كنت هقول؟ الحاجه الثالثه بقى، الحاجه الثالثه عشان موضوع السيرتيفيكت اوثوريتي ده بقى انا المناعه السريع. الحاجه الثالثه يا سيدي كانت اللهم صل على النبي. دلوقتي بقى، دلوقتي السيرتيفيكت اوثوريتي بتاعتك، السيرتيفيكت اوثوريتي بتاعتك مضط لك على شهاده، صح؟ يعني تعالى كده انا واقف ده كده، السيرتيفيكت اوثوريتي مضط لك على شهاده وقالت لك اتفضل الشهاده هي، صح؟ ده اللي احنا عملناه من شويه، رحنا لها امضي لي على الشهاده. طيب حد فاكر لما انت بتروح للخارجيه او للشهر العقاري تمضي شهاده ايه اللي بيحصل عليها؟ عارف، بيختمها لك كده بختم النسر، صح؟ بختم النسر. طيب انا لما ببص على الشهاده الممضيه بختم النسر بذمتك مش على طول بثق فيها؟ لو حد فيكم شاف اي شهاده ممضيه مكتوبه بختم النسر كده بيثق فيها ولا لا؟ 100% بيثق فيها، 100%، صح؟ طب بيثق فيها بناء على ايه؟ لان في ختم هنا، بتلاقي كده ختم، بتلاقي النسر مرسوم هنا كده، الختم موجود، صح؟ طب الختم ده برضو انت جبت مصداقيته منين؟ ما هو مصداقيته جايه من الدوله نفسها، هو اي حد معاه الختم دون؟ طيب معلش السؤال، بس انت حضرتك عرفت الختم ده منين؟ يعني مبدئيا كده انت عرفت ان الختم بتاع النسر ده هو ختم الدوله منين؟ اكيد شفته قبل كده مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، لدرجه ان انت بمجرد بس ما بتشوف الختم كده خلاص فانت بقيت متاكد. طيب في حالتنا بقى، الديفايس بتاعتك دي اللي هو اللابتوب ده او السيرفر ده، ده بيعرف السيرتيفيكت اوثوريتي منين وده بيعرف السيرتيفيكت اوثوريتي منين؟ بكل بساطه السوفت وير بتاعك قبل ما انت تجيبه، السوفت وير الناس اللي كتبوه راحوا رايحين كده واخدين البابليك كيز بتاع السيرتيفيكت اوثوريتيز نفسها، خد ختم النسر بتاع مصر وخد مش عارف ختم
بتاع السعوديه، والختم بتاع الامارات، والختم بتاع امريكا، والختم بتاع مش عارف ايه، والختم بتاع دوله مين، وختم دوله مين، وختم دوله مين. لما كل الاختام عمل بيهم كده لسته، كل الاختام دي لو انت شفتها جايه لك على شهاده، لو انت شفتها جايه لك على شهاده، اعرف ان الختم ده، او اعرف ان الشهاده دي بقى بمعنى ادق، الشهاده دي شهاده مظبوطه. لو لقيت ختم النسر بتاع مصر، ولو لقيت ختم النسر بتاع السعوديه، ولا السعوديه بلاش السعوديه، ولو لقيت ختم السيفين بتاع السعوديه، وختم النسر بتاع الامارات، خلاص، ومش عارف، والختم بتاع الشجره بتاعت لبنان، ماشي كده، وختم السيفين بتوع الاردن، لو لقيت الاختام دي او اي ختم من دول على الشهاده، اعرف ان الشهاده دي مظبوطه، صح؟ يبقى المفروض ان انت عندك على الجهاز بتاعك هتلاقي فيه ايه؟ هتلاقي فيه البابليك كيز بتاع سيرتيفيكت اوثوريتيز، صح؟ اللي هو ده، اللي هي الاختام اللي موجوده عندك. طب مين اللي بيضيفها عندك من غير ما تاخد بالك كده؟ اللي بيضيفها عندك البروفايدر بتاع السوفت وير. اديك مثال، موتزيلا فايرفوكس مثلا كبراوزر، عشان تفتح اي موقع مظبوط، انت عارف ان موتزيلا الديفلوبرز بيروحوا للبابليك سيرتيفيكت اوثوريتيز اللي موجوده زي جوجل مثلا، وزي فيري ساين، وزي ياهو، وزي مش عارف مين ومين، وجي اندي كده يعني. بيروح للسيرتيفيكت اوثوريتيز اللي موجوده، يروح لكل واحده فيهم، اديني البابليك كي بتاعك، اديني البابليك كي بتاعك، اديني البابليك كي بتاعك، ياخد منهم بابليك كيز كلهم ويحطهم في داتا بيز. بعد كده لما يجي البراوزر يفتح اي موقع والموقع ده يكون عنده سيرتيفيكت، لو هو ممضي بواحده من السيرتيفيكتس دول، بيعرف ان الموقع ده السيرتيفيكت بتاعته مظبوطه، خلاص. يبقى انت كده دلوقتي عندك نوعين من السيرتيفيكت، السيرتيفيكت اوثوريتي كي، وده بتاع السيرتيفيكت اوثوريتي نفسها، وفي عندك كمان مين، عندك السيرفر بابليك كي. يبقى اول واحده هي ختم النسر نفسه، ختم النسر اللي على السيرتيفيكت، الثانيه هو الختم الثاني اللي موجود على الشهاده. يبقى انا لو شفت ختم النسر ده هتاكد منه؟ ايوه هتاكد منه. طيب ااكد لك، تعالى كده مثلا عندك هنا افتح لك فايرفوكس اول، بص عندك كده مثلا تولز اوبشنز، تلاقي عندك سكيورتي هنا، لا بلاش سكيورتي، هتلاقيها فين يا سيدي، فين، سيرتيفيكتس ادفانسد سيرتيفيكتس، هتلاقي في عندك فيو سيرتيفيكتس كده، بص عندك كده. بذمتك انت ضفت حاجه من دول؟ انت ما ضفتش اي حاجه اصلا. انت عارف مين مين اللي ضافهم؟ الديفلوبرز بتاع موتزيلا او بتوع فايرفوكس. راحت الديفلوبرز دول راحوا رايحين لترك تراست، اديني يا ريس السيرتيفيكت اسف اديني البابليك كي بتاعك يا عم السيرتيفيكت سوري انت، وراح مش عارف ايه، وراح مش عارف لمين ولمين ولمين ولمين، بص ولمين، كل دي سيرتيفيكت اسيرتس موجوده، سيرتيفيكت اسيرتس موجوده، خلاص. راح لكل الناس دي، راح لكل واحده فيهم قال لهم اديني السيرتيفيكت اسيرتي بتاعتك، اديني اسف البابليك كي بتاع السيرتيفيكت اسيرتي بتاعتك، وراح واخده ضايفه للبراوزر. بعد كده البراوزر، رحت انا رحت جاي كبراوزر عملت ايه؟ رحت رايح لجوجل دوت كوم، خلاص كده انا رحت لجوجل دوت كوم. في مشاكل لحد دلوقتي؟ هو اعتقد فيه هنا بس اعتقد كان في حاجه نتورك هنا، سيتنجز، شيل الكلام ده خالص. حلو جدا، رحت رايح عمل جوجل دلوقتي، بص كده الكونكشن بتاع جوجل انظمه اتش تي بي اس، صح، بص كده، وبقول لك الراجل ده فيريفايد. انت عارف قدر يعمل له فيريفاي ليه؟ دي السيرتيفيكت فيو سيرتيفيكت اهو، دي بتاع جوجل اهي، اهي شايفها؟ بقول لك السيرتيفيكت بتاعت الموقع دون، مين اللي عمل لها ايشو؟ مين اللي مضى عليها؟ مين اللي عمل لها ايشو؟ ايشو باي، قال لك اللي مضى عليها جوجل انترنت اوثوريتي جي 2. ايه رايك؟ معنى كده ان انت كان لازم يكون عندك الاول صوره من ختم الشعار او ختم النسر، خلاص. الديفلوبرز بتوع السوفت وير ضافوها من غير ما تاخد بالك. طيب لو جت خدت اي شهاده هيعمل مطابقه بينها وبين مين؟ وبين شهاده الموقع نفسه اللي موجوده معاك دلوقتي. يعني شهاده الصفحه دي بيتاكد منها عن طريق مين؟
الشهاده بتاع السيرتيفيكت اوثوريتي نفسها، اتاكد ان الاثنين زي بعض والاثنين الشهاده اسف الختمين مظبوطين، هل فعلا السيرتيفيكت اوثوريتي دي هي اللي مضت على البابليك كي، او اسف هي اللي مضت على السيرتيفيكت بتاع الموقع دون. لو هي اللي مضت على الموقع على على السيرتيفيكت بتاع الموقع خلاص عدي، والكونكشن كده مظبوط من غير اي مشاكل. ماشي كده؟ ماشي يا ريس؟ حد عنده اي مشاكل في اللي انا قلته؟ ها طيب كلام جميل. تعالى بقى كده ايه نحضر المكنه بتاعتنا. عشان تكون سيرتيفيكت اوثوريتي حلو جدا. يوم سيرش اوبن اس اس ال عشان تكون سيرتيفيكت اوثوريتي. الموضوع بسيط جدا وسهل جدا. ابسط طريقه سطب الاوبن اس اس ال باكج، شوف هي موجوده عندك ولا لا. لو موجوده وغالبا بتلاقيها موجوده يعني نازله باي ديفولت عندك مع ريد هات، ابدا اعمل ايه انت كسيرتيفيكت اوثوريتي. خلي بالك بالمناسبه خلي بالك، تعال نمسح ده كده. انا قلت لك دلوقتي في حاجتين عندك، في عندك السيرتيفيكت اوثوريتي هيكون ليها بابليك كي، وايه كمان، وعندك السيرفر نفسه هيكون ليه ايه، السيرفر نفسه هيكون له سيرتيفيكت صح. معنى كده ان السيرتيفيكت اوثوريتي دي لازم يكون عندها حاجتين، عندها برايفت كي طبعا عمرها ما هتديه لحد، وعندها البابليك كي بتدي للناس كلها اي حد اي حد. طيب السيرفر هيكون عنده ايه؟ السيرفر هيكون عنده ايه؟ اول حاجه هيعمل برايفت، دي الخطوه الاولى. بعد كده هياخد البرايفت ويقول لو سمحت انا عايز اعمل سي اس ار. خلي بالك البرايفت ده بيكون سيكريت مش مع اي حد برضه، وعمره ما يديه لحد، لو ده لحد يبقى دي كارثه دي مصيبه. هياخد السي اس ار يبعتها لمين؟ للسيرتيفيكت اوثوريتي. سيرتيفيكت اوثوريتي تمضي على السي اس ار بمين؟ بالبابليك كي، وتروح مرجع لك مره تانية تقول لك خد السيرتيفيكت بتاعتك استخدمها. خلاص كده؟ طيب بص يا سيدي، الباكج اللي انت محتاجها هي اوبن اس اس ال بس، ومعمول لها انستول اهو. نبص اللون بتاعها عامل ازاي، بص اللون بتاعها عامل ازاي، اللي هي لونها هتلاقيه باهت، ده معناها معناها ان هي انستولد عندك. لا ده معنى السيرش اللي لونها، ثانية واحدة كده، هو جوه جنوم تيرمينال نفسه. تعالش معلش اعذرني، يا تاني مفتوحة من زمان جدا ايه ما علينا. لو جيت اقول له كده يام سيرش اوبن اس اس ال، مش زهرة برضو. طيب معينة كنسل ده، حلو. جيت اقول له كده اوبن اس اس ال، دي التول اللي استخدمها عشان ايه، عشان ايه، عشان اعمل نفسي او عشان انا
امانج الكيز اللي موجوده عندي. خلاص طيب سي دي اي تي سي اوبن اس اس ال، لا اي تي سي اس اس ال سي دي اي تي سي بي كي اي، بلاش اوبن اس اس ال. اه صح، هي اي تي سي بي كي اي. خلاص لو قلت اقول له كده ال اس، لا ليس الاول سي اي داش تراست اكستراكتد اوبن اس اس ال. بص كده يا ريس، بص كده، فاكر لما قلت لك من شويه ان البراوزر بتاعك، الديفلوبرز اللي كتبوا البراوزر راحوا رايحين ضايفين السيرتيفيكتس. طيب عندك انت اوبن اس اس ال كباكج، بص هتلاقيها ضايفه ايه؟ برضه ضايفه سيرتيفيكتس. انت عارف السيرتيفيكتس دي بتاعت مين؟ عارف السيرتيفيكتس بتاعت مين؟ بتوع السيرتيفيكت اوثوريتيز اهم. شايف كل دول بتوع سيرتيفيكت اوثورتيز حضرتك. ماشي ماشي كده، حلو جدا. طيب كلام جميل. لسه مفيش اي سيرتيفيكتس عندي، سيرتيفيكت ريفوكيشن ليست مفيش برضو اي حاجه، نيو سيرتس مفيش اي حاجه، ايه كمان برايفت برضو مفيش اي حاجه. فانا كسي اي مفيش عندي اي حاجة موجودة تقريبا خالص. خلاص كده طيب كلام جميل. يبقى انا كده كل اللي انا محتاجه عملت ايه؟ دخلت جوه اي تي سي بي كي اي. طيب كلام جميل. ال اس تي ال اس فيها حاجة برضو ايه كمان؟ سيرت، اسف، عندك ملف مهم جدا اسمه openssl.conf، شايفه tls openssl.conf. الملف ده هيتحط فيه الفاريابلز اللي لما تيجي تستخدم التول اللي اسمها، عندك تول، قلنا عندك من شويه تول اسمها openssl، ودي هتستخدمها عشان تجنريت public و private keys. خلاص لما تيجي تستخدم التول دي بتروح تعدي على مين؟ على الملف ده، تقرا الفاريابلز اللي موجوده جواه. خلاص وتستخدمها عندك. بص كده بيقول لك السي اي ديفولت هتحط السيرتيفيكتس بتاعتك فين؟ قال لك احطها جوه اي تي سي بي كي اي سي اي سيرتيفيكت اوثوريتي، السيرتيفيكتس في المكان ده، والسيرتيفيكت ريفوكيشن ليست في المكان ده، والداتابيس بتاعتك في المكان ده، شويه بارامترز كده. خلاص والديفولت دايز لما تيجي تعمل اي سيرتيفيكت عندك هتلاقيها موجوده عندك، مثلا الكانتري نيم مش عارف ايه، كل شويه بارامترز يعني. خلاص ماشي كده، ماشي يا ريس. يبقى الملف ده المفروض تحط فيه ايه؟ المفروض تحط فيه ايه؟ الفاريابلز اللي انت محتاجها. خلاص ماشي. ها حد عنده اي مشكله؟ طيب حلو، هناخد بريك بقى 10 دقايق بالظبط او 5 دقايق، بلاش 10 دقايق، 5 دقايق، ونبدا احنا نعمل ايه؟ سيرتيفيكت اوثوريتي خاصه بينا. ماشي يا ريس. يبقى خدنا حتى الان الفكره النظريه بتاعت سيرتيفيكت اوثوريتي، شفنا ملف الاوبن اس اس ال دوت كونف. ماشي، مناسب على فكره ممكن نعدل فيه دلوقتي. خلاص بعد البريك حاضر نعدل فيه ونحط لك، هتحط فيه معلومات زي ايه مثلا؟ لو انت عايز تبقى سيرتيفيكت اوثوريتي هتحط فيه معلومات زي ايه؟ زي مثلا ايه الدوله بتاعتك؟ صح، ايه بياناتك انت كسيرتيفيكت اوثوريتي؟ لو عندك اسم سيرفر وعايز تحطه، كل الكلام ده هتحطه فيه. ماشي كده، اللانجوج بتاعتك مثلا، اللوكاليتي بتاعتك، وهكذا يعني. طيب ما علينا، هناخد بريك 5 دقايق وايه ونرجع نكمل. ماشي يا ريس. ماشي طيب، تعالوا نكمل بقى.
وقفنا اخر حاجه بصينا عليها كان ايه؟ كان اوبن اس اس ال دوت كونف. حلو. تعالوا بقى ايه، نعمل البرايفت كي بتاع السيرتيفيكت اوثوريتي، ونعمل كمان نساين البابليك كي بتاع السيرتيفيكت اوثوريتي. من الاخر نجهز السيرتيفيكت اوثوريتي ان هي تكون قادره ان هي تساين سيرتيفيكتس، عشان لما نروح للريد هات او لل 389 دايركتوري سيرفر، لما نروح لها اللي يحصل نقدر ان احنا نعمل سيرتيفيكت سايننج ريكويست عن طريقه، ونبعتها للسيرتيفيكت اوثوريتي نقول لها لو سمحتي امضي عليه. ماشي كده؟ خلاص كده. يبقى احنا كل ده عايزين نعمل اس اس ال سيرتيفيكت. فانا بس بعلمك ازاي تعمل اس اس ال سيرتيفيكت وازاي تعمل لها ساين. ليه؟ لان ريد هات او 389 دايركتوري سيرفر السيرتيفيكت بتاعته لازم تكون سايند. فبس ما كنتش اقدر اسكيب الموضوع ده من غير ما اعرفك ازاي تساين السيرتيفيكت. ماشي كده؟ طيب بيسجل يا محمد؟ والله بيسجل. تعالى كده شوف بي دبليو دي انا موجود فين. سي دي اي تي سي بي كي اي سي اي. قلنا بان انا سيرتيفيكت اوثوريتي، فالسيرتيفيكتس بتاعتي هتتحط هنا. لو انتوا فاكرين فيم اي تي سي بي كي اي تي ال اس، كان عندك ملف اسمه اوبن اس اس ال دوت كونف. فاكرين الملف ده؟ ده كان فيه البارامترز بتاعتك. حلو جدا. كان فيه بارامتر هنا بيقول لك ان ده المكان اللي هيبقى فيه سيرتيفيكت اوثوريتي، الفايلز بتاعته، ودي السيرتيفيكتس. حلو جدا. الديفولت دايز انا ممكن اعدلها هنا على فكره، انا ممكن اعدل الديفولت دايز دي. بالمناسبه عايز اقول لك معلومه، حد فيكم متوقع السيرتيفيكت اوثوريتي يكون الكي بتاعها لما يعني لا الشهر العقاري ده، هل ختم النسر لما بيضيع من الشهر او ختم النسر ده المفروض بيقعد مع الشهر العقاري من امتى لامتى؟ هل بيتغير كل سنه ولا كل سنتين ولا كل 5 سنين ولا بيفضل معاها مده طويله؟ بيفضل عنده مده طويله جدا صح؟ ده المفروض صح. ولو ضاع بتبقى كارثه. اهو نفس الحكايه عند السيرتيفيكت اوثوريتي. السيرتيفيكت اوثوريتي نفسها لما تيجي تمضي كي، بتمضي كي مثلا لمده سنه او اتنين. طيب ينفع السيرتيفيكت اوثوريتي تمضي كي لمده سنتين ويكون اصلا السيرتيفيكت اوثوريتي بابليك كي نفسه فاليد لمده سنه؟ يعني ينفع انا امضي على حد او انا أو اشهد ان الشهاده السيرتيفيكت بتاعه حد فاليد لمده سنتين وانا الكي بتاعي نفسي فاليد لمده سنه؟ ما ينفعش صح. فانت عاده في الطبيعي بتلاقي ان البابليك كي بتاع السيرتيفيكت اوثوريتي بيبقى فاليد مثلا لمده 10 سنين لمده 5 سنين، بتلاقيه دايما بياخد مده طويله. خلاص كده ماشي. ليه؟ لانها بتمضي على الكيز او بتمضي على السيرتيفيكتس بتاعه الناس. فلما هي بتمضي على السيرتيفيكتس بتاعه الناس المفروض تكون اولى ان هي اصلا ايه، تكون هي يعني لسه فاليد صح، لان الكي له عمر افتراضي. فانا ممكن اقول له انت ممكن تكون فاليد مثلا لمده 10 سنين، السنه فيها 365 يوم، فانا لو عايز اقول له ان الكي بتاعي ده فاليد لمده 10 سنين خليها 3650. حلو جدا. ايه تاني؟ اعتقد ان ده معظم اللي احنا عايزين نعمله. الباقي اصلا كده كده، ولا لما بتيجي تجنريت الكي بيسالك على بقيه الاسئله، فانا مش محتاج اي حاجه منه. هريت وكود كده وهاجي اقول له ايه، تعال بقى يا سيدي جنريت الكي بتاع ايه، بتاع السيرتيفيكت اوثوريتي نفسه. يبقى احنا كل شغلنا دلوقتي عند مين؟ انا كسيرتيفيكت اوثوريتي لسه جديده، فانا عايز ايه، اعمل برايفت كي بتاعي. هستخدم اوبن اس اس ال. داش داش هيلب كده. تعالى نبص على الاوبشنز بتاعته. انا يا سيدي حلو هستخدم الاوبشن ده. انا هعمل ار اس اي كي. حلو جدا. هقول له اوبن اس اس ال جن ار اس اي. انا اجنريت ار اس اي كي. ماشي. على ما افتكر انا بقى من دماغي بقى اكمل معاه الكومنت، ممكن اقول له كده الكي ده انا هخزنه باسم روت
سي اي خلاص دوت كي، وهقول له الكي بتاعك ده هيبقى كام بت؟ 1024 بت، او خليه 2048 بت. حلو جدا خلاص، بس يعني 2048 هاخد وقت وبعمل جنريت، فخليه 1024 اقرب يعني. طيب في اوبشن كمان ممكن اضيفه، ممكن اقول له كده، ممكن اقول له كده داش دي اي اس 3، بيستخدم الديجيتال انكريبشن ستاندرد عشان ينكريبت الكي ده. انت عارف ده ليه؟ عارف ده ليه؟ ده انا كده بعمل باسورد للبرايفت كي بتاع الروت سي اي او بتاع السيرتيفيكت اوثوريتي. انت عارف ليه؟ عشان حتى لو الكي ده اتسرق محدش يقدر يستخدمه غيري. وصلت؟ مش كده؟ طيب الكي ده هتستخدمه في حالتين، كل ما تيجي تجنريت او كل ما تيجي تمضي تساين كي هيسالك عن الباسورد ده. خليك فاكر الحكايه دي. طيب هيفيدك في ايه مره كمان؟ هيفيدك في الحاجه التانية اللي هيفيدك فيها، لو البرايفت كي بتاعك اتسرق محدش يقدر يستخدمه غيرك لان انت اللي عارف الباسورد، صح؟ يبقى كل مره بتيجي تمضي على اي سيرتيفيكت هيسالك على الباسورد دي. ماشي؟ طيب طب لو مش عايزه يخزن باسورد عن كي ده، وانا مش بريكومند حاجه زي كده، ممكن تقوله كده داش نو دي اي اس. خلاص ماشي، بس انا في حالتي انا عايز يكون في ايه؟ عايز يكون في باسورد البرايفت كي بتاع السيرتيفيكت اوثوريتي. بيقول لي دخل باس فريز اهون، شفت سالني اهون الباس فريز يا سيدي، اديتها له ماشي كده. جيت اعمل ال اس، بص ايه اللي حصل عندك. ها بص ايه اللي حصل، لو جيت اقول له كده لس روت سي اي دوت كي، بص عمل ايه. بص يا وحش، قال لك ده مين سيادتك؟ ده مين دلوقتي؟ ده البرايفت كي. خلاص ده البرايفت كي. طيب فاضل لي اعمل ايه كمان؟ فاضل لي انا كسيرتيفيكت اوثوريتي يكون عندي بقى البابليك كي بتاعي، صح؟ انا فاضل لي كسيرتيفيكت اوثوريتي يكون عندي البابليك كي بتاعي. هعمله ازاي؟ هقول له كده اوبن اس اس ال، انا عايز ريكويست نيو كي. خلاص، والصيغه بتاعته، الصيغه اللي شغال بيها اسمها اكس 509. خلاص والكي بتاعي ده هيكون valid لمده 3650 يوم. ماشي، هستخدم انهي كي عشان اجنريته؟ هستخدم البرايفت كي، البرايفت كي بتاعي اللي اسمه روت سي اي دوت كي، وهستخدمه عشان اجنريت بابليك كي. خلاص هسميه روت سي اي دوت سيرت. خلاص كده ماشي. بقولي دخل باس فريز، بص كده ايه اللي حصل. جه دلوقتي بيقول لي ايه الباس فريز بتاع البرايفت كي، هديها له هي. عشان كده كنت بقول لك فكره حلوه جدا وانت بتستخدم البرايفت كي او انت بتجنريت البرايفت كي بقى يكون له ايه، يكون له باسورد. بقول اديني الكانتري نيم اهو، اسميها يا سيدي مصطفى دوت كوم. سميه سيرف واحد دوت مصطفى دوت كوم. ها الايميل ادرس سبورت ات مصطفى دوت كوم، ايه رايك؟ ال اس كده، بص عندك كده لس روت سي اي دوت سيرت. ده بقى الميل حضرتك، ده بقى السيرتيفيكت بتاعتك، ده بقى السيرتيفيكت بتاعتك كروت اوثوريتي. خلاص، يبقى كل اللي عملته النهارده عملت حاجتين، عملت برايفت كي اللي هو روت سي اي دوت كي، وعملت مين كمان، عملت مين كمان، وعملت السيرتيفيكت اللي هبدا اديها للناس. خلاص طيب كلام جميل، كل ده بس كل اللي انا قعدت اعمله النهارده وارغي فيه دون والمناهده دي عشان حاجه واحده بس، ان انا هاجي بكره كده
لو جيت اقول له كده 3 8 9 كونسول، هوريك الكوميديا اساسا. كل الكوميديا دي عشان اروح جاي كده بكره واقول له يا باشا والنبي يا حاج انا عايز اعمل اوبن كده. نعم جين كي بتخليك انت تعمل كي وتعمل له، روح كده مانج سيرتيفيكتس هنا، هنروح بكره بس خليها بلاش بلاش نسبق الاحداث، هنروح بكره ون ايه ونتعامل معاها ايه. طيب هتشوف بكره كده، بس كده هقول له لو سمحت انا عايز اعمل سيرتيفيكت سايننج ريكوست، انا عايز اعمل كي سيرتيفيكت سايننج ريكوست، وبعد كده اخد السيرتيفيكت سايننج ريكوست ابعته للسيرفر اللي هو شغال كسيرتيفيكت اوثوريتي واقول له امضي لي عليه، بس لا اكتر ولا اقل. تخيل ماشي. معلش انا عارف النهارده كان يوم غلس شويه خلاص، وكل اللي انا قعدت ارغي فيه ده وانا عشان اعمل حاجتين، ان انا اعمل او ان انا افهم بس السيرتيفيكت اوثوريتي شغاله ازاي، وان انا اعمل لها الكي بتاعها والبابليك كي، اعمل لها البرايفت كي والبابليك كي، او اعمل لها البرايفت كي والسيرتيفيكت بتاعتها. خلاص كل ده عشان بس اجي بكره كده ولما اجي اجنريت ال، اللهم صل على النبي، اجنريت السيرتيفيكت سايننج ريكويست اكون قادر ان انا اعمل له ساين. خلاص جينكي اقول لك ما ينفعش. ليه ليه جينكي ما ينفعش؟ لسبب صغير خالص، ان جينكي دون انت بتكون انت بتجنريت البرايفت كي وبتجنريت الساين السيرتيفيكت سايننج ريكويست وبتمضي الكي، كل الثلاثه دول في خطوه واحده. لكن انت في الحقيقه لما تكون شغال مع الدايركتوري سيرفر، لا الدايركتوري سيرفر نفسه انت بتروح على الدايركتوري سيرفر تجنريت برايفت كي لنفسك خلاص، وبعد كده بتقول له لو سمحت انا، بتروح عامل جنريت كمان لسيرتيفيكت سايننج ريكويست من البرايفت كي دول، وبتروح واخد السيرتيفيكت سايننج ريكويست تبعتها للسيرتيفيكت اوثوريتي تقول لها امضي لي عليه. فكان لازم يكون عندك سيرتيفيكت اوثوريتي خلاص، فكان لازم اعلمك ازاي تعمل سيرتيفيكت اوثوريتي عشان تيجي بكره هديك الكي واقول لك خد امضيهولي يا باشا. ماشي كده؟ طيب كلام جميل، انا كده يعتبر خلصت النهارده. معلش انحرفت سنه عن الدايركتوري سيرفر، وكان لازم اعرفك ازاي تعمل سيرتيفيكت اوثوريتي. ان شاء الله بكره ايه هنبدا في موضوع الاس اس ال بقى رسميا، هنروح على الدايركتوري سيرفر بالتحديد بالخطوات اهو بقولها لك، هنروح نجنريت برايفت كي على الدايركتوري سيرفر، وبعد كده هنروح بعدها نجنريت سيرتيفيكت سايننج ريكوست، وبعد كده ناخده للسيرتيفيكت اوثوريتي نقول لها امضي لي عليه، نخليها تمضي عليه وتجنريت نجنريت السيرتيفيكت، بعد كده ناخد السيرتيفيكت نبعتها للسيرفر الاصلي مره تانيه ونقول له يا سيرفر يا اصلي دي السيرتيفيكت بتاعتك، لما يجي كلاينت يأوثنتيكيت منك اديها له خلاص. بعد كده نروح نرجع على السيرفر كمان مره نقول له استخدم الاس اس ال لما يجي حد يكونكت عليك، بعد كده نروح على الكلاينت بقى نعمل مكنه كلاينت ونقول لها مكنه كلاينت ابدأي هاتي اليوزرز بتوعك من الدايركتوري سيرفر. خلاص كده فاليوم بكره هيكون معظمه عمل ان شاء الله ماشي، وبكره هيكون اول يوم تاوثنتيكيت ماشين من الدايركتوري سيرفر نفسه. خلاص كده حد عنده اي مشاكل؟ حد عنده اي مشاكل النهارده؟ اشوفكم بكره بقى ان شاء الله على خير، وهرفع الفيديوهات. حاضر حاضر هرفعها بكره ان شاء الله. تصبحوا على خير، السلام عليكم.